قزفين إحدى مدن طريق الحرير العريقة ومركز قديم من مراكز البحر الأسود وأحد مراكز الجذب السياحي الجديدة، حيث التاريخ والطبيعة والحياة والنشوة، فالبحر الأسود فيها هو الزمان. وثمة نداء من البحر الأسود يتجدد في أرتفين كل آن، يأتي كل صباح من قلب الغابات الشاسعة الواسعة، تصحبه ملامح وملامح من الجمال جديدة. وبحيرة قرقل، درة شوشاط، وأسماك الزينة والشبوط، ودوي غابات الصنوبر والبلوط المحيطة بقرقل، حيث ألوان المواسم الأربعة تصير شعرا تتفيض إلى قرقل مطرا. وكل لحظة ثمة ريح جديدة تهب من ثاني أكبر واد عميق في العالم، إنه وادي جدول جهنم المفتوح على ماء أردانوج. هناك فيما وراء الوهاد والمدقات الصخرية الشديدة الانحدار والضيقة جدا، وهكذا يدوي لحن كل أزمنة البحر الأسود التي توارت في صدر الريح. صدى الإيمان والفن الظاهر في الأشجار والجوامع الخشبية الرائعة الجمال. الماء حياة تخر في الشلالات، إنه نشوة الحياة في أرتفين، حيث تشرب المياه من عيونها، كما تفيض المياه إلى البحر الأسود والبحيرات وكأنها تردد أنشودة الحياة. We'll be right back.
والجسور تتجاوز تشوروخ، جسور شهدت كثيرا من العصور، جسور ربطت كثيرا من العصور بعضها بالبعض. إنها جسور تمتد من الماضي إلى المستقبل دون أن تتحطم. ولا يزال الزمن مستمرا مع ألف أسطورة وأسطورة من أساطير الملكة مارا في جبال كارجال في منطقة مجاهل. والجوامع والكنائس والحورات في أرتفين ترفع دعوة التأخي والوحدة الخالدة دائما. وكنيسة بارهال الأثر التاريخي البالغ عمره 2000 سنة، وكنيسة إيشغان مناستير المعروفة أيضا بقانل كليسة لأنه ضحي بكثير من الأنفس لأجل الحسناء ألل. ويتردد في الآذان مرة أخرى صوت الماضي وصوت ما قبل مئات السنين. اسألوا تشوروخ الهادر في أرتفين عن مصير كل الأنهر، فهذا النهر الوعر يستضيف كل عام بحماس وبهجة الوافدين إليه من كل أنحاء العالم لممارسة مسابقة الزوارق ورياضة التجديف بفضل مياهه التي تمر من المنحدرات الجبلية الشاهقة. وبوتشكا كاراغول إنها متنفس الحياة الطبيعية، حيث وفرة النباتات البرية الرائعة والأشجار المعمرة، كل واحدة منها تذكار من الطبيعة وصوت المطر المريح الممتزج بالغابة. وأعماق الماء أيضاً هي البحر الأسود في أرتفين، لكنها ليست سوداء، على العكس تماماً إنها مزيج من الألوان، فكل صفاء الحياة وكل أسرارها مكنونة في أعماق البحر الأسود. ومنازل أرتفين الخشبية الجميلة التي تم إنشاؤها دون أن يدق فيها ولو مسمار واحد، وأهلها طبيعيون مثل تلك المنازل، مضيافون وطيبون.
ثمة متعة رائعة لرياضة التزلج والثلج والرقص على الجديد في مركز أرت فين أطبار للتزلج. البحر الأسود مصدر الحياة هنا أيضا، إنه حب يكافئ كل صباح بهدايا البحر. تلك السدود التي تلجم تشوروخ من ناحية تضفي الحياة على أرت فين من ناحية أخرى. والموائد في أرت فين تبتهج ببركة البحر الأسود، وتبقى لذة الحياة في أفواهكم، فثمة لذة مختلفة لكل طعام، إنها لذة طبيعية أصيلة لا تنسى. أرت فين الموطن الأصلي لنحل قفقاسية، أحد أجناس النحل الخاصة جداً، وجوهر الشفاء الطبيعي المكتنف بالأسرار في الطبيعة، مكنون في العسل العضوي الذي تنتجه تلك النحلات. ورقصات القفقاس طرب يرفع الإنسان عالياً من البحار إلى قمم الجبال، ويعلن عن تدفق الحياة الأبدية داخلكم. البحر الأسود وأرت فين يبدوان كحبيبين متعانقين، إنهما لوحة كثيرة الألوان تتوارى بين الأصوات والضباب أحياناً، وتطرب قلب الإنسان أحياناً أخرى. لوحة تعاش كلما طاف بها الطائف وشاهدها المشاهد، وتستمر الأنشودة كلما طيف بالبحر الأسود وشوهدت أرت فين.